بالأمس أطلقت دولة البوسنة احتفالاتها بمرور 510 عام على اعتناقهم الإسلام الذي بدأ دخوله مع الفتح العثماني للبوسنة والهرسك على يد السلطان محمد الفاتح في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي. لكن كان هناك شخص واحد كان له أثر كبير في نفوسهم وفي نشر الإسلام بينهم حسب الرواية الشعبية البوسنية. إنه الشيخ إيواز دادا، والذي يحتفي به مسلمو البوسنة والهرسك يحتفوا بذكراه هذه الأيام من كل عام، والذي يقولون أنه من أوائل من نشروا الإسلام في البلاد على نطاق واسع. الشيخ إيواز دادا والمنحدرة أصوله من منطقة الأناضول التركية أيضا، وصل إلى بورساج البوسنية قبل 510 سنة في وقت كانت تعاني فيه المنطقة من القحط والجفاف. حسب الرواية البوسنية، عقب دعاء الرجل وعبادته في المنطقة لأربعين يوما تقريبا، عثر إيواز دادا على نهر ينحدر من أحد الجبال، واستطاع بفضل الله تخليص السكان من القحط والجفاف، الأمر الذي اعتبره السكان معجزة، واعتنقوا على إثره دين الإسلام، والذي كان هذا الرجل يصلي ويتعبد به، وكانوا يستغربونه في البداية، حتى قيد الله له أن ينقذهم من الجفاف والقحط اللذان كاد أن يعصفا بهما. آلاف المواطنين شاركوا في المهرجان هذا العام، جاءوا من كل حدب وصوب، وجاء المئات على متن خيول من أماكن مختلفة إلى إيفاتوفيتسا وسط البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا بكريم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك لا تقضي إنك تقضي. البوسنة تحتفل بالإسلام والذي دفعت بسببه البلاد ثمنا باهظا، ورفضوا كل المحاولات لإجبارهم على التخلي عن دينهم. تعرض المسلمون هناك لإبادة جماعية وتهجير قسري راح ضحيته نحو 200 ألف مسلم في مذبحة سيربرنيتشا الشهيرة وحدها مات فيها 200 ألف، وهجر نحو 2 مليون مسلم بسبب إعلان استقلال البوسنة والهرسك عن يوغوسلافيا في أكتوبر 91، الأمر الذي رفضه الصرب رغم أن الاستقلال جاء بناء على استفتاء نسبة المشاركة فيه أكثر من 63%، وصوت لصالح الاستقلال 99.7% من الشعب. رجل واحد جاء إيواز دادا فكتب الله أن يدخل الإسلام على يديه قبل 510 عام، ورجل آخر عقد العزم وتوكل على ربه محمد الفاتح ففتحت البوسنة على يديه فتحا مبينا، ليست بالعدد أبدا بل بقوة الإيمان وصدق النية. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أهلا وسهلا بكم في مدرستنا، اسمي مريم، أنا طالبة في الصف الأول. ما اسمك؟ كاكوسي زوفيتش. محمد اسمك؟ باكر. ما شاء الله اسم مرضية، ما شاء الله مرضية. اسمك؟ زينب. ما شاء الله، الله يحفظهم. هذه ما شاء الله أسماء البوسنويين، أسماء عربية، لا أرى بينها وبين العربي أي فرق. يعودون لعاداتهم وتقاليدهم الأصلية وأصولهم الإسلامية، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.